اهلا بكم مشاهدينا في هذا اللقاء الجديد بالبنط العريض، ونستعرض فيه اهم ما جاء في صحف الخرطوم وبعض وكالات الانباء. ونرحب بضيفنا داخل الاستوديو، وبداية هذه هي ابرز عناوين هذا اللقاء. 69 قتيلا حصيلة العنف القبلي بالنيل الازرق. الكاردينال يطالب اطراف الصراع بالنيل الازرق بضبط النفس. ومن وكالة السودان للأنباء عقار يؤكد أولوية استعادة الأمن والاستقرار بالإقليم. وفي صحيفة الانتباه النائب العام يقرر تشكيل لجنة للتحري في أحداث النيل الأزرق. وفي أخبار الوكالات الحزب الشيوعي يتهم الحركة الشعبية بممارسة الاستقطاب الحاد. ومن صحيفة الوطن وزارة المعادن توافق على إقامة مشروعات جيولوجية إنتاجية. رياضيا المريخ يرفض التعاون مع الهلال في ملف التجنيس. وللتعليق على هذه الأخبار نرحب بضيفنا الأستاذ أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة. أستاذ أشرف مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ العبيد ومرحبا بمشاهدي قناة البلد. إذن أولى المحطات الإخبارية 69 قتيل حصيلة العنف القبلي في ولاية النيل الأزرق. بداية الآن هناك أستاذ أشرف بحث جديد للقبلية والجهوية، وأيضا بهذا التطرف ما هي المسببات بداية وإلى أين تسير الأمور؟ أمر مؤسف، وأولا نترحم على هؤلاء الضحايا الذين راحوا نتيجة هذا الصراع الدامي. بالتأكيد المسألة المتعلقة بالقبلية والعنصرية لها أبعاد وظروف شتى، ولكن لا بد من عود على يعني في البداية واضح جدا أن هذه الأسباب كان الأساس فيها أو الذي أدى إلى تجذرها لحد كبير هو النظام البائد. النظام البائد كان يعمل على هذه على إسكاء نار الفتنة القبلية بشكل كبير، حتى كان ليبقى في السلطة أكبر فترة ممكنة، وحدث ذلك بشكل واضح وصريح في دارفور بعد أن كان الرئيس البشير المخلوع قال تصريحه الشهير: لا أريد أسيرا ولا جريحا. ومن ثم بدأت تلك المعارك، ومن ثم بدأ تجييش واستقطاب القبائل واتباع سياسة ومنهج فرق تسد بين القبائل، فكانت القبائل العربية هي توالي الحكومة وتقوم الحكومة بتجييسها بعض القبائل العربية وليس كلها بالضرورة، لأن كان هنالك من رفض مثل النادر المدب وآخرين. فبالتأكيد نتيجة ذلك تقسمت وتشرزمت دارفور ما بين العرب وما بين الزرقاء، وهذا هتك النسيج الاجتماعي لأول مرة في التاريخ في إغليم عارفة تنظيم الحواكير في العام 1832 في عهد السلطان علي الدينار، عندما قام الوزير الذي يعتبر من الوزراء الأذكياء في ذلك العهد دالي بتقسيم الحواكير بين هذه القبائل، وعاشت مئات السنين وهي موحدة. انسحب ذلك على كثير من المناطق الأخرى، وكان المطور الوطني معروف عنه أنه أسمى أحد خططه بخطة مثلث حمدي. مثلث حمدي رحمه الله كان هو معروف أنه هو يركز على مناطق معينة بعينها ويعتبرها هي مناطق الاستقطاب لصالحه ضد المناطق الأخرى. إذن كل ذلك كرس لحد كبير لنوع من الاستقطاب الحاد والجهوي، والذي جعل أصبح منسحبا حتى بعد ما جاءت الثورة السودانية. بعدما جاءت الثورة السودانية تم التوقيع على اتفاق سلام جوبا في العام 2020، ولكن هذا الاتفاق حتى الآن كأنه لعنة، لم يستطع أن يعني يخفف من وطأة هذا العنف القبلي، بل استمر وازداد بوتيرة أكبر مما كان عليه في السابق، خاصة وأن هنالك كثير من الوعود بعد انقلاب 25 من أكتوبر الماضي بتحقيق الاستقرار الأمني، ولكن النتيجة والمحصلة النهائية تكشف بأنها غير ذلك. إذن هذه كلها تأتي في إطار هذا السياق التاريخي، وتأتي في إطار هذه التحركات التي يعني لم تتوقف منذ فترة وما زالت، وهنالك الأصابع التي تمد يدها لتحركها في إطار ذات الاستقطاب السياسي. إذن هنالك أسباب سياسية وهنالك أسباب متعلقة بالدقائن التي نتجت بفعل المناطق المتأزمة التي خاضت حروب ضد الإنغاز، في قادت بعض الحركات بها حروب ضد الإنغاز
في لحظة من اللحظات وما زال بعد لا زال يحمل السلاح. نعم، المتتبع لمسيرة يعني ما حدث في الفترة الانتقالية وإعادة إحياء القبلية من جديد وأيضا دحف الدور الوطني ودحف الصوت المركزية أيضا في الفترة الماضية، جاء بعد ذلك اتفاق سمي باتفاق سلام جوبا. هل هذا الاتفاق الآن بهذا الوضع الذي نراه الآن في دارفور وفي نيل الأزرق يصلح لأن يسمى اتفاق سلام، وإلى هذه اللحظة لم تقوم السلطات بإقالة أي مسؤول لأنه يتحصن بالفيتو؟ يعني لو حدث هذا في أي منطقة من مناطق السودان لتمت إقالة المسؤول المباشر في النيل الأزرق. هو طبعا هذه واحدة من المعادلات التي تحتاج إلى نوع من النقد الذاتي. قبل أيام أيضا رئيس الدولة نفسه البرهان ذهب إلى منطقته ومزغط رأسه وقال خطابا صنف في إطار أنه خطابا عنصريا ويمكن أن يكرس المناطقية والجهوية. إذا طيب كان رب البيت بالضفة ضاري وبالتأكيد شيمة أهل البيت ما معروفة يعني بعد ذلك، إذا لابد من أن تتحسب القيادات الأولى سواء كان البرهان أو حميتي أيضا الذي ذهب في زيارة إلى دارفور بشكل مفاجئ. كثير من المراقبين صنفوا هذه الزيارة بأنها محاولة لاستنصار مناطقي نتيجة صراع ما في السلطة. كل ذلك من شأنه أن يشجع بقية الأطراف بأن تستنصر بالقبائل. نقطة أخرى أيضا مهمة وأساسية، عدم إكمال الترتيبات الأمنية في متعلق باتفاقية جوبا أيضا أضعف دورها بشكل كبير وأصر القيادات التي تنتمي لهذا الاتفاق بأنها قيادات ضعيفة ولا تستطيع أن تفعل شيئا. والأنكى والأخطر من ذلك أصبحت القبائل دائما تحاول الاستفادة من العناصر الميليشياوية التي لم يتم دمجها في الجيش، وهذا ما ظلت تنادي به القوى السياسية منذ فترة وظل ينادي به الثوار بضرورة أن يكون هنالك جيش قومي وطني موحد حتى لا تلجأ هذه الميليشيات للاستنصار بالقبائل. إذا تجد أن بعض الذين يتقاتلون هم يتقاتلون بسلاح الحكومة نفسها لأن الحكومة حتى الآن لم تجمع هذا السلاح من هذه القبائل. إذن حتى المسألة المتعلقة بالسيطرة الأمنية على هذه القبائل تصعب في حالة حصولها على أسلحة خفيفة وثقيلة يمكن أن تؤدي إلى حياة وإصابة العديد من المواطنين في لحظات قبل أن تصل القوات المسلحة أو تصل القوات النظامية أو المشتركة المعنية بتأمين تلك المناطق. وما حدث في كيرينيك كان واضح وما حدث في نيل الأزرق أيضا الآن واضح أن فيه أصابع تشير كما أشارت بعض البيانات ألغت فيها بعض الاتهامات للحركة الشعبية شمال بقيادة عقار بأنها حاولت تستقطب قبيلة الهوسة أو ما إذا كانت هنالك الحركة الشعبية نفسها تتهم جهات أخرى وربما تشير إلى ضلوع الحركة الشعبية الجناح الآخر عبد العزيز الحلو بأنه أيضا تورط في هذه الأحداث. إذن المهم في هذه القضية أن هنالك خللا متعلق بانتشار هذا السلاح بين القبائل وبالتالي أصبحت هذه القضية لا تتوقف عند منطقة بعينها. اليوم تجدها في كيرينيك، غدا تجدها في شرق السودان، بعد غد تجدها في وسط الشرق في القضارف ومن ثم في النيل الأزرق، وهكذا ستنسحب وستعم كل السودان الفوضى. نعم. في تقديري لا بد من إجراءات حاسمة. نعم. أشرف، تأخر مجلس الأمن والدفاع في إصدار بيان أو ردود أفعال كانت بطيئة برأي مراقبين، هل مرض هذا التأخير هو أن لسلطات النيل الأزرق باعتباره حكم أشبه بالحكم الفيدرالي لهم يعني يعني كل الإمكانيات المتاحة لإقامة يعني إقامة دورهم كاملا فيما يتعلق به بالنيل الأزرق، هل هذا التأخر نتاج أيضا لما حدث في اتفاق سلام جوبا والحكم الفيدرالي؟ لا، هو مجلس الدفاع يعتبر السلطة العليا، كان المفترض أن يتدخل مبكرا إن كان هذا الإقليم الآن هو أشبه بأنه يحكم ذاتيا أو هو في النهاية جزء من السودان وحتى الآن لم ينفصل عنه. فمجلس الدفاع هو المسؤول المسؤولية الأولى فيما يتعلق بأن يهرع للملمة هذه الأحداث بشكل سريع، ولكن هذا لم يحدث مثله مثل القوات التي كانت موجودة على الأرض وفي الميدان لم تتحرك بذات الوتيرة بشكل سريع. هذا ما جعل هذه الأحداث تتفاقم وتصل وتبلغ مداها إلى هذا الحد من الضحايا وتصبح هي ملفتة لكل أنظار العالم، وكذلك هؤلاء الضحايا بالتأكيد يؤثرون على هذه الأحداث ومن ثم ستتفاقم نتيجة القمن الذي حدث بين أطراف النزاع. نعم، النزاع الذي يدور الآن في النيل الأزرق بين قبيلة الهوسة وقبائل هناك حديث عن امتداده والحذر والخوف من امتداده إلى
أماكن أخرى، هناك حديث عن كسلة، عن توترات في واد مدني، إلى أين تسير الأمور في هذا الجانب؟ هو بالتأكيد يعني عم هذا الحدث كثير من الولايات خاصة الشرقية في كسلة كما تحدثت، وكذلك في طريقه إلى الوسط، وكذلك أيضا في كوستي، وهذا هو هذه حركات احتجاجية على ما يعني ما تراه قبيلة الهوسة بأنه تم لمنسوبيها، ولكن نخشى أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى احتكاكات مع أطراف أخرى أيضا ربما لديها نفس الرؤية فيما يتعلق بهذه القضية. هي القضية أصلا كانت الفتنة الأساسية سببها أن هذه هنالك استقطابا حادا، وهنالك محاولة من قبل الهوسة لأخذ النظارة في منطقة ترى فيها القبيلة الأخرى الهمج أنهم ليسوا أحق بها لأنهم ليسوا وصلاء بل هم وافدين. هذا هو مؤجج الصراع بشكل حقيقي، لكن هنا دور الامن مهم جدا، يعني ما من المفترض انه يكون دور جهاز الامن هو ملاحقه ومطارده المتظاهرين السلميين في الخرطوم فقط، وده دور غير صحيح لانه المفترض ان يحمي المتظاهرين السلميين، الدور الاساسي هو ان يتنبا جهاز الامن بمثل هذه الاحداث قبل وقوعها، ويتنبا بهذا التشاحن ويرفع التقارير للجهات اللي من المفترض ان تتخذ القرار. إذا تم ذلك كان يمكن يعني يمكن الخروج بسلام من مثل هذه الأزمات. نعم صحيح، البعض يقول هذه النقطة لأن المعلومات قد تكون متوفرة. الكلام ده كان في نقاش في السوشيال ميديا منذ رمضان بين القبيلتين بشكل واضح، وسافر واحد أين كانت الأجهزة الأمنية؟ لكن في هذا الجانب تحديدا في دور الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات بصورة عامة، البعض يقول بأن هناك تعجيم لسلطات الجهاز، كانت هناك إدارة تسمى بإدارة الجهوي، أي أنها لديها علاقات بالقبائل لوقوع الجرائم. هل تحديد صلاحيات الجهاز هذه، البعض يقول أنها شماعة ربما، والبعض الآخر يقول بأن هناك حد من سلطات الجهاز في الوصول إلى الأماكن الجريمة قبل وقوعها؟ هو أصلا الجهاز القرار كان بشأنه أن يتحول لجهاز معلومات. أنا لا أتحدث عن أنه الجهاز كان من المفترض أن يقوم بكبح جماح الصراع ويتدخل ليكون نقطة عازلة، هذه ممكن تكون مهمة القوات المسلحة أو الشرطة، لكن أين المعلومات التي توفرت؟ وهي كانت موجودة، كانت في معلومات موجودة تشير إلى ذلك، كان في سجال حامي في السوشيال ميديا، دي ما معلومات متوفرة من مصدر مباشر، ما من مصادر أيضا كانت تحتاج إلى كلفة أو تعب داخل هذه القبائل، ولكن من مصادر مباشرة كان هنالك ما يشيب أن هنالك صراع متفاقم لكن في تساهل ولا مبالاة فيما يتعلق بإدارة العملية على الإدارة العملياتية للحصول على المعلومات بهذه الطريقة. إذن لابد من مراجعة مثل هذه الأخطاء. أنا لا حتى لا أحاسب جهة، لابد من مراجعة هذه الأخطاء فيما يتعلق بمثل هذه الأشياء، لأن الوضع أصبح حساسا ولم يكن كما كان عليه من قبل. في البداية أشرت إلى مثلث حمدي، أي الرؤية الاقتصادية لنظام الإنقاذ. بعض الناس الآن يتحدث عن أن النخب في الخرطوم هي بعيدة كل البعد، التفاعل ضعيف فيما يتعلق بالأزمة في الأطراف والأقاليم، كيف ترى هذا الحديث؟ هذا صحيح بالتأكيد، يعني واضح أنه منذ أن جاءت الثورة الانشغال بالقرار في المركز هو أكبر من الالتفات إلى هموم ومشاكل الولايات، وهذا يحسه أهل الولايات الذين يتضامنون في القالب مع ما تراه الخرطوم في كل لحظة، سواء كان في كل الأطراف، سواء كان في الطرف الحكومي أو في طرف المعارضة، فدائما لا تجد اهتماما كبيرا فيما يتعلق بشأن الولايات، وهذا ما يجعل أن هنالك ثغرات ممكن نتيجتها تحدث مثل هذه الصراعات. وكيف ترى يعني دور حاكم الإقليم الآن؟ هو في خبرنا تحدث عن منع التجمعات، منع المواكب لمدة شهر، وحظر التجوال في بعض الأماكن. هل هذه القرارات كفيلة بكبح جماح هذا التوتر القبلي الآن في النيل الأزرق؟ هي هذه القرارات هي إجراءات أمنية، ولكن ما يحدث من المفترض أن يكون هنالك رعب السطح أيضا فيما يتعلق بالعلاقات بين هذه القبائل المتناحرة، لا بد من تدخل جهات أخرى والتوسط، ومثلا نظام الجلد الذي عمل به مثلا في كسلة أو اتباع كثير من المناهج التي تعرفها الإدارة الأهلية، ولكن التشويش يحدث لأن الإدارة الأهلية نفسها هي أصبحت مصنوعة وعبارة عن طلاء فقط يطلى به المسوح الذي يمكن يمسح به جوخ السلطان، ولكن لا يستفاد منها في دورها الحقيقي والطليعة المفترض أن تطلع به في مثل هذه القضايا.
فبالتأكيد هنالك كثير من ينضون الآن تحت قيادة الإدارة الأهلية الحالية التي يتزعمها صديق وزعة، منهم المك عجيب وما إلى ذلك، يمكن أن يلعبوا دورا مهما وأساسيا، وكان من الأفضل أن يتحركوا بوساطة قبل الحكومة نفسها. ولكن طبعا بالتأكيد دائما يعني عندما يولى الأمر لغير أهله دائما تظهر مثل هذه الإشكالات بشكل واضح. نعم، يعني الحديث عن جذور الأزمة تاريخيا، يعني هناك منظرين في هذا الجانب، بكر آدم إسماعيل وغيرهم، يعني هل هذا الحديث عن أن ربما فكرة الشريط النيلي وأيضا الصراع بين قبائل أصيلة وغير أصيلة، هل هذا الأمر يمكن أن يحدث شرخا كبيرا في الدولة السودانية؟ هل نحن الآن مقبلون على تفكك للدولة السودانية، انفصال أقاليم كما حدث لجنوب السودان الذي أصبح دولة الآن؟ كيف ترى الخطاب، خطاب النخب السياسية والخطاب أيضا نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والسياسيين بصورة عامة؟ هو فعلا أنت أشرت لنقطة مهمة، في يعني إذا قدر لك أن تدخل الكلب هاوس في هذه الأيام في أحد الغرف ستجد هنالك ما يمكن أن يشيب رأسك، يعني بالتأكيد في نوع من الخطاب العنصري العالي المتصاعد الذي أصبح متفاقما لحد كبير، وتشارك فيه نخب سياسية أساسية إذا لم تكن من قيادات الصف الأول ربما من قيادات الصف الثاني، في الناشطين في قيادات الصف الثاني، ده بيأثر بشكل كبير جدا على القبائل على المستويات المحلية، باعتبار أن الآن السوشيال ميديا يمكن أن تنقل لك أي شيء أو أي تسجيل تقوم به، وبالتالي يمكن أن يؤثر ذلك في إشكال حقيقي. المحادثة في رواندا كانت تم عبر إذاعات كما تعلم، في النهاية أدت إلى أن يتطور الأمر ويصبح سجالا، ولكن القانون الرادع في رواندا هو الذي حسم هذه القضية تماما. يعني أحد الأصدقاء اليوم يعني أنا عجبت ببوست كتبه الأخ المهندس طه حسين، قال إنه أحد الراونديين سأل واحد تاني أو في زول سأله من 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 منطقة أخرى، سأل راوندي قال لي أنت جنسك شنو؟ فقال الراوندي ده هم شديد، وبدأ يتلفت يمين وشمال، تأكد ما في زول، قال لي يا أخي نحن السؤال ده أصبح الآن إذا سألته ممكن يدوك إعدام بالرصاص. فنحن محتاجين عديل كده لقوانين بالطريقة دي عشان في النهاية نتجاوز النقطة دي، عشان التنوع ما يصبح نغمة إنما يصبح نعمة، لأنه التنوع فيه فوائد. في شأن الأعراف والمسائل المتعلقة بالزواج هذه مسائل فيها رضا فلنتركها جانبا، لكن المسائل الأساسية فيما يتعلق بالسودانية فهذه مسائل لا داعي أن نصطرع عليها بهذه الطريقة أو بهذه الوتيرة، خاصة وأن هنالك كثير من الاتفاقات حددت أن المواطنة هي الأساس، ولكن نحن حتى لا نعرف مسألة ما هي المواطنة وكيف تكون المواطنة، ما هي الحقوق وما هي الواجبات، ما هي الحقوق والواجبات، هي فقط تكتب فقط. نعم، مباشرة إلى صحيفة أخبار اليوم، الكاردينال يطالب أطراف الصراع بالنيل الأزرق بضبط النفس. وصف دكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس مبادرة كلنا أهل لنبذ العنصرية والكراهية الأحداث الجارية بالنيل الأزرق بالمفتعلة. وقال الكاردينال في بيان مناشدة: نتابع بقلق وتوتر وخوف تطور الأحداث في تلك المنطقة الحبيبة لقلوبنا، ونشعر بالمسؤولية تجاه الصراعات المفتعلة التي تحاول أن تجر البلاد إلى محرقة لا محالة. وجه الكاردينال رسالة ومناشدة إلى أهل النيل الأزرق قائلا: أناشدكم بالمحبة التي تجمعنا والسلام والإخاء والوطنية لإطلاق الحمائم البيضاء التي تحمل غصن الزيتون لتفويت الفرصة على أصحاب الغرض والمرض الذي تعاني بصائرهم من فقدان بوصلة الرشد والهدى والكتاب المبين، فالأنانية أعمت بصائرهم وحب النفس والذات تقدم على أخلاقهم، لذلك فبحق الدين والإنسانية أناشدكم بضبط النفس والحكمة واتخاذ الحوار وسيلة لتحقيق الغايات والصلح من أجل هذا البلد العظيم. بداية، كيف ترى المبادرة، وهل يمكن مثل هذه المبادرات أن تسهم في تخفيف حدة ووطأة الصراعات القبلية والجهوية؟ هو ربما كان هنالك تدشينا حضرته لهذه المبادرة، وكان بالتأكيد شاركت فيه كثير من القيادات ذات التأثير فيما يتعلق بهذه الصراعات، ولكن في تقديري أي عمل في هذه الفترة ينبغي أن يكون مباشرا وفي الميدان،
يعني إذا قام السيد أشرف الكاردينال وبصحبته عدد من قيادات الإدارات الأهلية والذين كان معه في ذلك الصالون وقالوا تلك الكلمات الرنانة مثل هذا البيان وذهبوا إلى النيل الأزرق، بالتأكيد سيكون التأثير مختلف حتى وإن كانت هنالك خطورة عليهم، لأن في هذه القضايا المفصلية من المفترض أن تكون الحلول من الميدان وعلى الأرض وليس من الحلول من الخرطوم، على حتى لا تكون حلول مركزية. يعني قد لا يسمع أحد من المتصارعين بهذا البيان وقد لا يراه، لأنه في هذه الظروف هو الآن نازح في طريقه إلى مدينة أخرى خوفا من الهجمات أن تصله في مكانه. إذن لا بد من أن تكون هنالك كلنا في الإعلام في كل الهناية، ولازم تكون في مبادرات حية والناس تذهب إلى أماكن الصراع بغية تخفيف وطأة هذه الصراعات، وليس يعني اتباع القول بالعمل، وليس القول وحده يكفي. يعني البيانات هي مهمة لكن ما بتخفف وطأة الصراع ما لم يكون انت جزء من الحل بشكل مباشر أمام الجميع. نعم، أشار البيان إلى أن الصراع الذي يحدث مفتعل، هو يكون يعني هو في حديث كثير، يعني في اتهامات زي ما انا ذكرت قبل من الحزب الشيوعي للحركة الشعبية الشمال، الحركة الشعبية نفسها هي تتهم الحركة الحلو، هنالك اتهامات أخرى بشأن استقطابات حادة في النيل الأزرق، لأن الحركة الشعبية بقيادة عغار هي ليست لديها وجود على الأرض، وهي فئة صغيرة ومحدودة وتعاني من كثير من الصراعات ربما قد تؤثر على شعبيتها بشكل كبير المحدودة هذه، وكل ذلك هو لا زال محل تقييم وفحص فيما يتعلق بالجانب الإعلامي حتى تستطيع أن تكتب تقريرا ضافيا في مثل هذه الأحداث قبل أن تنجلي بشكل كامل. لكن في تقديري في النهاية هو هذه نقطة صحيحة، أنه بالفعل هنالك افتعال لهذه الأحداث نتيجة هذه الاستقطابات السياسية الحادة. نعم، مباشرة ننتقل إلى وكالة السودان للأنباء. عقار يؤكد أولوية استعادة الأمن والاستقرار بإقليم النيل الأزرق. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار أن حكومة إقليم النيل الأزرق ليس لديها أي توجهات لتغيير الطبيعة الديموغرافية للمنطقة أو التأثير على الحقوق التاريخية للسكان، مضيفا أن الأولوية تتمثل الآن في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة قضايا النزوح وآثار الحرب، معلنا عن إرسال تعزيزات أمنية من القوات النظامية من الخرطوم للعمل بشكل محايد يتفادى الاستقطابات الإثنية والعرقية بالمنطقة وإنهاء النزاع القبلي المسلح. واستعرض خلال لقائه بمقر إقامة أمس بالمنسق المقيم للشؤون أو بالمنطقة وإنهاء النزاع، وأيضا التقى بنائبة رئيسة البحث الأممية المتكاملة للمساعدة في الانتقال الديمقراطي في السودان يونيتامس السيدة كاردياتا لونندياي برفقة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان السيد تيجانو وممثلين للقسم السياسي وقسم بناء السلام بالبعثة. استعرض الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية النيل الأزرق وطبيعتها القبلية، وقدم عضو مجلس السيادة الوفد الرسمي شرحا تاريخيا لجذور الصراع المركب حول الأرض الذي قاد إلى انفجار الأوضاع بهذه الصورة، موضحا الجهود التي يبذلها لتحقيق المصالحات بين المكونات الاجتماعية بالولاية بناء على مبدأ المواطنة والتعايش السلمي، وحث وكالات الأمم المتحدة لتقديم مساعدة إنسانية عاجلة للأعداد المتزايدة من المتأثرين بالنزاع الجاري. بداية يعني في هذا الخبر تحدث مالك عقار وأطلع البحث الأممية بخلفيات التاريخية وتحدث عن أنه لا يسعى بأي حال من الأحوال إلى تغيير الطبيعة الديموغرافية للمنطقة، لا سيما وأن السكان الأصليين لديهم أيضا هناك حديث وتخوف من تغول جهات معينة على هذا الأمر. كيف ترى هذا الحديث؟ هو بالتأكيد يعني يريد أن يبث تطمينات للسكان الأصليين بهذه المنطقة، لأنهم كانوا جزء من الحركة النضالية التي قادها عقار في هذه المنطقة إلى أن أثمرت اتفاق للسلام. أصبح فيه عقار هو المسؤول عن الإقليم بشكل سياسي فيما يمثل أحمد العمدة هو والي هذا الإقليم. بالتأكيد واضح أن هنالك تأثيرات حدثت على عقار حتى أن هذا الخطاب أصبح فيه شكل غير حيادي، لأنه هم طرفين، حتى لو أنت قلت أطراف الأصيلة لا تريد أن تغيرها ديموغرافيا وبس تطمينات
لهذه الاطراف من هذا الطرف، من المفترض ان تطمن الطرف الاخر ايضا بحقوقه وبانه سيظل تحافظ عليها وسيكون هنالك امنا استقرارا وليس هنالك اعتداءات عليه، وان هذه المساله يمكن ان تحل في اطار العداله في من هو احق بهذه الارض وما دام انه يعلم هذا التسلسل التاريخي. النقطه الثانيه من الاهميه بمكان برضه الاشاره لاجتماعه بالجهات التي يمكن ان تقدم دعما، خاصه وان الظروف هناك مأساوية على الأوضاع الصحية مأساوية، وكذلك المواقف والأوضاع الخاصة بالنازحين هي أيضا مأساوية. نعم، اسمح لنا أن نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة بالبوان العريض. أهلا بكم من جديد ومرحب بكل الذين انضموا لمتابعة هذا المشوار بالبونط العريض. أستاذ أشرف، هل يمكن أن تعود الأمور إلى طبيعتها في الأيام القادمة بسبب هذه التحركات الأممية وأيضا تحركات مجلس الأمن والدفاع وبعض المبادرات الأهلية والقبلية؟ هي بالتأكيد يمكن أن تعود إلى نصابها، لكنها تحتاج إلى بذل جهد كبير جدا وواسع وتطمينات أيضا في إطار هذا النزاع وحل هذه الأزمة بشكل جذري، خاصة وأننا مقبلون أيضا في الجانب الآخر على الموسم الزراعي، ومن المؤكد هذه القبائل المتصارعة كلها قبائل تهتم بمهنة أو تحترف مهنة الزراعة، وما لم يتم معالجة ذلك بالتأكيد ستكون هنالك إشكالات على مستوى المزارع والأراضي مرة أخرى، ويمكن أن تؤثر لحد كبير على أيضا أي حلول يمكن أن تفضي إلى صلح. نعم، مباشرة إلى صحيفة الانتباه، النائب العام يقرر تشكيل لجنة للتحري في أحداث النيل الأزرق. أصدر مولانا خليفة أحمد خليفة النائب العام المكلف قرارا بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في الأحداث التي وقعت بولاية النيل الأزرق وأدت إلى قتل وجرح عدد من المواطنين وإتلاف الممتلكات. ويرأس اللجنة رئيس نيابة عامة وعضوية عدد من أعضاء القوات المسلحة والشرطة والجهاز المخابرات العامة والدعم السريع. تكوين هذه اللجنة ألا تعتقد بأنها تأخرت قليلا أم يمكن أن تسهل؟ هو بالتأكيد تأخرت، خاصة وأن الذي وجه بتشكيل هذه اللجنة هو مجلس الأمن والدفاع، لا أعرف أين كان النائب العام حتى ينتظر ليوجهه مجلس الأمن والدفاع. المهم سنرى لجان هذه النائب العام الكثيرة، ونحن لا نشكك في نزاهة وعدالة في نزاهة القضاء السوداني والنيابة العامة، ولكن دائما هذه اللجان هي بطيئة ولا ينتج عن محصلاتها شيئا. يعني غياب، أنت أشرت قبل قليل إلى غياب الدور الاستخباري وأيضا عدم وجود قوة كافية في إقليم كبير كإقليم النيل الأزرق وشهد صراعات تاريخية وقديمة، ما هي أسباب هذا الغياب تحديدا؟ حساسية وجود القوات، خاصة وأنه هذه المنطقة هي تحت سيطرة الحركة الشعبية الشمال وهي لديها قوات حتى الآن لم يتم دمجها في القوات المسلحة. من جانب آخر أيضا القوات المسلحة كما ذكرت أول كل القوات الموجودة في تلك المنطقة قد تكون هي عرضة نفسها للاستقطاب القبلي، وبالتالي يكون التحرك عصيا في بعض الأحيان في الوصول إلى حلول عبر هذه القوات ما لم تكن هنالك قوة مركزية حاسمة ورادعة، وبالتالي ترجع الخرطوم دائما لهذه الحلول بأن ترسل قوات إضافية يكون لديها هي السيطرة بدلا من القوات التي تكون عرضة للاستقطابات على مستوى الصراع الموجودة في مناطقه. موقف الحركة الشعبية أستاذ أشرف، يعني أخرجت بيان بالأمس من سكرتارية الحركة الشعبية تحدثت عن أن هذا الصراع هو تحرك لقبيلة الهوسة بإقامة مؤتمر لإقامة نظارة في المنطقة، الأمر الذي رفضته مكونات أصيلة سمت نفسها بأحفاد ملوك الفونج واتهمت فيه أطرافا أخرى قيادات مناوية لعقار وأطراف من حركات لم توقع على السلام. كيف ترى هذا البيان؟ هل هو خاطب بالفعل حقيقة الأزمة هناك؟ هو بالفعل يعني كما أشار يعني واضح أنه، لكن هل تحرك الهوسة لوحدهم أم هنالك جهة كانت تدعمهم؟ أيضا هذا هو سؤال مهم وضروري. إذا لم يتحركوا لوحدهم لماذا لم يحسوا أنهم ليست لديهم أوزان في متعلق بالنظارات والإدارات الأهلية من قبل وتحركوا في هذه اللحظة؟ بالتأكيد هنالك من حرك هؤلاء في هذه الظروف المعقدة ونتيجة ذلك حدث الصدام. طيب من حركهم؟ هذه تحتاج إلى إجابة. أيضا من الذي يوفر السلاح لكل الأطراف؟ أيضا تحتاج إلى إجابة أخرى. الغموض فيما يتعلق بالحديث بشكل معمم لا يمكن أن يفيد في مثل هذه القضايا.
ودام انك حددت ان هنالك جهات من المفترض ان تذكرها بشكل واضح حتى يعلم الناس ويقومون بالتاثير والضغط عليها حتى تستجيب للمصلحه العامه للبلاد. حتى ولو كانت هذه حركه الحلو مثلا كان لديها دور او ضلوع، بالتاكيد هنالك من يمثلها وموجود داخل الخرطوم يمكن ان نتحدث هل هذه المساله حقيقه ام فرية ام مجرد شماعه تم التعليق على يعني علقت عليها هذه الاسباب التي ادت الى هذا النزاع الدامي. نعم، هل حكومه الاقليم استاذ اشرف بشكلها الحالي هي يعني تجمع كل المكونات الاصيله والمكونات والمواطنين لتلك المناطق؟ يعني هناك من يتحدث عن عدم رضا عن حكومه الاقليم بانها تميل الى جهه دون الاخرى، هذا الوضع السياسي بهذا الشكل الا ينتج ازمات متفاقمه ومتواصله؟ هو طبعا دي واحدة من الإشكالات التي حدثت في اتفاق سلام جوبا. في اتفاق سلام جوبا كان هنالك البعض ينظر إلى أنه من المفترض أن تمثل الولاية المعنية التي هي جزء من الاتفاق بخبراء وكفاءات وليس بقيادات من الحركات الشعبية. صحيح مالك عقار هو أستاذ قديم وتربوي ولديه كفاءة ورجل يتمتع بخبرة واسعة، أمر واضح ممكن لأنه كان لديه خبرة ودراية سابقة لا طعن في الذي كلفه العمدة، ولكن بالتأكيد لن يكون في مستواه في طريقة الإدارة. هذا لا ينسحب على الحركة الشعبية فقط، ينسحب على بقية الحركات جميعها، إنه في المواقع التي خصصت لها كمواقع تنفيذية دائما أتت ببعض الأشخاص مع احتراما لهم قد يكونوا ليسوا قدرا للكفاءة والمسؤولية، وده في وزارات كثيرة أنا ما أقدر أسميها ظاهرة الآن الأداء فيها ده يمكن أن يؤثر. لماذا لا تكون هذه الوزارات لصالح الكفاءات في الإقليم الذين لا ينتمون لهذه الحركات؟ الحركات عندها قضايا محددة هي قالت أنها تطالب بها، تريد التنمية مثلا في هذه الولايات، تريد أن هذه الولايات أن يكون تمثيلها معقولا فيما يتعلق بالسلطة المركزية، لماذا لا تأتي بالكفاءات؟ هذا هو سؤال مهم ومحوري، ومن المفترض أن يكون واحدة من الأسباب الأساسية لأنه يكون في الفترة الجاية أنه دي واحدة من الأشياء اللي يمكن أن تعدل أو هي أصلا إذا كانت موجودة يتم التأمين عليها في اتفاق سلام جوبا. نعم أستاذ أشرف، تحسين أو تحصين الدورة تحصين العملية التنفيذية أو فيما يتعلق بالوزارات أو حكومات الأقاليم باتفاق سلام جوبا، يعني حتى وإن أخفق المسؤول لا يستطيع أي أحد من الدولة إقالته، وطريقة سهلة يقول لك والله نحن شنو جايين عبر اتفاق سلام جوبا. هذا الوضع الراهن الآن لأنه لم تتفق على معايير من هم الذين من المفترض أن يشاركون في هذه الوزارات مثلا أو في هذه الولايات، ما هي المعايير المناسبة؟ ترك الأمر لهذه الحركات هي التي تختار، فالحركات يمكن أن تختار، وعندما تختار يمكن أن يكون الذي اختارته هو نفسه سبب أزمة في الإطار الشخصي. لكن أيضا في موضوع الحركة الشعبية والسؤال، أيضا بالفعل هنالك بعض التذمر الواسع في الفترة الأخيرة من الحركة الشعبية شمال في النيل الأزرق. حاول عقار بحكم تجربته وخبرته الواسعة معالجة ذلك في أن يكون متواجدا في أكثر من الفترات منذ الفترة الانتقالية هناك، وحاول أيضا أن يسهم في حل كلي في مدرته الأخيرة التي أطلقها، ولولا هذه الظروف لكانت وجدت صدى واسعا. أنا في تقديري واحدة من المبادرات التي وئدت نتيجة الصراع القبلي الذي حدث، يعني هي المبادرة الأخيرة التي كانت تقدم بها من الناحية السياسية، كانت يمكن أن تكون مبادرة قد تخرج هذا الطوق التي التف حول العملية السياسية وأصبحت فيها نوع من الانسداد الكامل، كان يمكن أن تخرج بها إلى بر الأمان إذا تمت المتابعة، ولكن الظروف هذه بالتأكيد أضعفت من موقف عقار فيما يتعلق بالقضية الكلية، ويحتاج الآن إلى مراجعة القضايا. عقار أيضا معه يعني نعم معه شخص آخر ياسر عرمان، أين موقع ياسر عرمان من السلطة والذي ما يزال نائبا لرئيس الحركة الشعبية الشمال؟ ياسر عرمان لا ليست لديه علاقة بالسلطة، وهو قال ذلك في أكثر من لقاء وفي أكثر من منبر إعلامي، وهو قال يحتفظ بعضيته في الحركة وسيظل موجود في هذه الحركة وسيعمل من الداخل لإجراء إصلاحات حقيقية. القضية الآن ليست علاقة بالسلطة، ولكن أما فيما يتعلق بالحركة الشعبية فهو لا زال يجتمع في إطار أن تكون الحركة الشعبية هي لديها موقف صريح واضح، لأن ياسر يرى أن الحل هو حل جذري فيما يتعلق بالقضية الكلية وليست القضايا الجزئية المتفرعة منها. ياسر يرى أنه لا بد من تغيير الانقلاب والسلطة الحالية حتى يتم التأسيس.
تأسيس لحكم مدني، وهو الذي يمكن أن يؤسس لمؤتمر دستوري، وهذا يحدد كيف يتحكم السودان، وبالتالي نتيجة ذلك لن تكون هنالك أزمات وإشكالات. إذن هو صحيح الموقف معقد، لكن هو يسعى في هذا الإطار ويتبنى هذا الدور، وهذه نعم. مسألة طبيعية لأنه ليس تنفيذيا الآن. نعم. في أخبار الوكالات، الحزب الشيوعي يتهم الحركة الشعبية بممارسة الاستقطاب الحاد. وجه الحزب الشيوعي السوداني اتهامات إلى الحركة الشعبية جناح مالك عقاب بممارسة الاستقطاب الحاد ما بعد اتفاق سلام جوبا المزعوم، مستميلة بعض المكونات القبلية وأخرها قبيلة الهوسة التي كان نصيبها إمارة لأهلها لتلتحق برغب المؤيدين لمالك عقار، والتي قامت بهذا الفعل إلا بدافع حشد المناصرين لها بعد سقطات قائدها وتفرق الجميع من حوله ليسير على خطى المؤتمر الوطني المباد للاحتماء ببعض القبائل ونثر جذور الفتنة لزعزعة استقرار البلاد وخلخلة النسيج الاجتماعي ووأد ثورة ديسمبر التي زلزلت الأرض تحت أرجلهم كما جاء في البيان. لا رأيك في هذه الاتهامات المباشرة والواضحة من الحزب الشيوعي إلى مالك عقار؟ بالتأكيد والحزب الشيوعي كان لديه رأي واضح في اتفاق جوبا منذ البداية، وكان رفضه واعتبره اتفاقا جزئيا مثله مثل الاتفاقات التي درجت للإنغاز على توقيعها مع الحركات المسلحة، وبالتالي هذا هو موقف طبيعي للحزب الشيوعي كونه يتحدث عن هذا القصور بالنسبة للحركة الشعبية، لأنه رأى في اتفاقها نفسه كان واحد من الإشكاليات التي عمقت الأزمة السودانية. هذا من جانب آخر ربما يحوز الحزب الشيوعي ولديه وجود قوي في ولاية النيل الأزرق على معلومات هي التي جعلته يكتب مثل هذه التفاصيل، لأن مثل هذه التفاصيل هي بالتأكيد إن لم تكن مؤكدة يمكن أن تجر عليه كثير من الإشكالات، ولكن واضح أن الحزب واثق وأراد أن يوثق لهذه العملية الحادثة هناك بشكل واضح وصريح. نعم. النقطة الوحيدة ربما لا يعاب على الحزب الشيوعي، ولكن ربما قد ترى الحركة الشعبية الشمال أنه منحازا إلى حركة الحلو باعتبار أنه لديه تحالف معه حتى الآن كان قد اسمه بتحالف الأقوياء وإن لم يكتمل بشكله النهائي. نعم. تحدث الشيوعي في البيان أن هناك تحشيد في ولاية النيل الأزرق ومد بالسلاح، خطورة هذا التصريح وهذه التبادلات. أيضا في بيان الحزب بيان الحركة الشعبية بالأمس تحدثت عن أنها ستقاضي وتلاحق كل من يتهمها مثل هذه الاتهامات. هذه الأجواء السياسية في الخرطوم وتبادل الاتهامات ألا تقود إلى تأجيج مزيد من الصراعات في المركز والأقاليم؟ هو إذا كان القضاء في إطار منشور هو أيضا ليس فيه إشكال، لأنه الذي نشر بالتأكيد يدرك تماما ما هي مصادره وما هي الأدلة التي يحوز عليها، ويكتفي بهذه التفاصيل الفضفاضة ولا يريد الخوض في التفاصيل بشكل دقيق حتى لا يكون ذلك هو مدعاة للتحريض فيما يتعلق بالأزمة. فهذه مسألة سيحكمها القانون إذا كانت الحركة الشعبية تريد أن تقول ذلك. نعم. مباشرة إلى صحيفة الوطن، وزارة المعادن توافق على إقامة مشروعات جيولوجية إنتاجية. وافقت وزارة المعادن على أطروحات شركة النصر للتعديل لإقامة مشروعات جيولوجية تدريبية إنتاجية تسهم في تدريب الكوادر على طرق الاستكشاف الحديث والتحري المعدني وأخذ العينات والتحليل المعملي بجانب رفض خزينة الدولة بموارد إضافية. وعقد وكيل وزارة المعادن المكلف دكتور محمد سعيد زين العابدين والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية المكلف عثمان حسن عبد القادر وعدد من الخبراء جلسة مباحثات مشتركة بالقاهرة مؤخرا مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للتعدين، تم التأمين خلالها على ضرورة توسيع المشاركة البحثية والإنتاجية والتدريبية للشركة بالسودان والاستفادة من إمكانيات الشركة في بناء قدرات الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية. واتفق الجانبان على دخول الشركة في إنتاج المعادن الصناعية على أن تبدأ الإجراءات العملية للمشروعات خلال يوليو الجاري في تخصيص المواقع وتدريب الكوادر التي ستعمل على تنفيذ المشروع. وأكد وكيل وزارة المعادن المكلف أن وزارته اتجهت نحو المشاريع الإنتاجية ومشاريع التكامل المشترك للاستفادة من الخبرات العملية والإمكانيات الفنية، مشيرا إلى ضرورة تنوع صادر المعادن. كيف ترىها مثل هذه الشركات والحراك المستمر الذي تقوم به وزارة المعادن؟
هي خطوة مهمة وأساسية فيما يتعلق بالتدريب، لأن التدريب دائما يعني يشحذ القدرات الخاصة بالذين يعملون في الحقل. ولكن أيضا من المفترض استصحاب أيضا الجيولوجيين، كانت لديهم كثير من الإشكالات مع الشركة المعدنية وكذلك مع وزارة المعادن بشأن استقطابهم وتهميشهم وتهميش دورهم بشكل أساسي. إذا كان هنالك فعلا وجود وكانت هنالك كثير من الكليات تخرج، كان من الأفضل أيضا الاستفادة وتأسيس شركة على أن تصبح هي الشركة التي ستقوم من الداخل بهذا هنا. يستفاد من شركة النصر هذه في إطار ما يتعلق بتدريب المدربين، وليس في إطار ما يتعلق بأن تحوز على كل هذه التفاصيل الخاصة بالتدريب فيما يتعلق بالتعدين. هنا ربما قد تظهر بعض الإشكالات بشكل جديد من قبل الجيولوجيين الذين يرون أنه هو الأحق دائما بمثل هذه الأشياء. نعم، هناك ضعف أيضا في الحراك لبعض المكونات الاقتصادية في الدولة. يعني ما هي المسببات؟ يعني الآن تحدثنا عن أن وزارة المعادن تقوم بعقد شراكات مستمرة، ولكن هناك قطاعات أيضا حيوية في الزراعة في غيرها من يعني الإدارات الاقتصادية في البلاد لا تقوم بالدور المطلوب. ما هي الأسباب وكيف تتم المعالجة؟ السبب الرئيسي هو سبب سياسي. يعني معروف أنه الانقلاب، منذ أن جاء الانقلاب تأثر الاقتصاد بشكل كبير لأسباب موضوعية، يعني واحدة منها أنه عدم استئناف الدعم، توقف التفاوض بشأن رفع السودان ديون السودان البالغة 60 وما إلى ذلك. وبالتالي نتيجة ذلك حدث ركود تضخمي بشكل كبير، حصل ركود حتى فيما يتعلق بالاقتصاد السوداني، ركود اقتصادي وأيضا تضخم، وأصبحت هنالك إشكالات تواجه المواطن في معيشته اليومية. هذه النقطة. النقطة الثانية أيضا هنالك إشكال في الكفاءات. قبل قليل تحدثنا أن بعض الحركات هي دفعت بالبعض وزراء ولكنهم ليسوا بقدر قامة هذه الوزارات، أو ليسوا هم مؤهلين ليكونوا مسؤولين عن هذه الوزارات حتى ولو مهما كانت أسماءهم دون تفصيل. فبالتأكيد هنالك تأثير حدث في وزارة المالية، هنالك تأثير في وزارة الثروة الحيوانية. معلوم أنه كثير من البواخر عادت، بعض البواخر غرقت بالماشية، ما في تفاصيل كثيرة، في إشكالات متعلقة حتى كانت بالأمصال وهكذا. يعني دي وزارات مهمة وأساسية فيها تأثير، فيها ضعف بتاع أداء تنفيذي، فدي كله بيأثر على الوضع الاقتصادي بالتأكيد بشكل كامل. نعم، أعود بك للوراء قليلا. يعني قبل أيام أصدرت الترويكا بيانا فهم أو فهمه البعض بأن هناك قرب لتكوين حكومة مدنية حال تأخر المدنيين في اتفاق والوصول إلى توافق وطني. يعني هل يمكن أن تتحقق يعني هذا الغياب التنفيذي منذ 25 من أكتوبر؟ هل يمكن أن يحل بتكوين حكومة مدنية أو حكومة تصريف أعمال؟ هو حسب الذي يقرأ البيان. بعض البيان قرأه البعض وفرح لأنه أصبح جزءا من هذه المعادلة كما ترى هو الحرية والتغيير التوافق الوطني مثلا. نعم. والبعض الآخر يرى أن هذا البيان فهم في غير سياقه. لكن النقطة الحاكمة والفاصلة في الموضوع ده بسيطة جدا، إن دول الترويكا دي مع عودة المسار الديمقراطي، إذن الحكومة دي لن تتأسس إلا بعد أن ينتهي الانقلاب والحالة الانقلابية الحالية، عبر المبادرة الثلاثية، عبر حوار، عبر أي حاجة. في النهاية الترويكا دي ضد الانقلاب، وهي طلعت بيانات واضحة ولم تستأنف حتى الدعومات التي قطعتها لصالح الخرطوم. إذا من يقرأ البيان لصالحه بأي شكل من الأشكال عليه أن يدرك هذه النقطة قبل أن ينطلق إلى الأمام. لكن الحديث عن توسيع قاعدة المشاركة هذا يعني أن أطراف أخرى ستدخل في الحوار؟ لا، ما في مشكلة في أنه الأطراف الأخرى تدخل في الحوار، المهم تنتهي الحالة الانقلابية. ده الرأي الأساس لدعم المسار الديمقراطي. هسي فولكر ده ما في ناس كثيرين بيعتبر أنه غير محايد. أيوة، فولكر يكون غير محايد لأنه مهمته الأساسية هو أن يحافظ على المسار الديمقراطي، لا بد أن يعيد المسار الديمقراطي. فبالتالي الترويكا هي نفس مواقف أي جهات، حتى موقف الاتحاد الأفريقي الذي علق عضوية السودان. الهدف الأساسي هو إزاحة الانقلاب وإعادة المسار الديمقراطي من جديد. نعم، مباشرة وإلى آخر الأخبار، المريخ يرفض التعاون مع الهلال في ملف التجنيس. في خطوة مفاجئة، رفض مجلس المريخ طلب نادي الهلال بخصوص التقدم بمذكرة إلى الجهات المعنية في مجلس السيادة للسماح للفريقين بتجنيس لاعبين. وأن نائب رئيس الهلال محمد العليقي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره في المريخ محمد سيد أحمد الجاكومي، وكشف عن تقديمهم لخطاب إلى مجلس السيادة لتجنيس لاعبين، وطلب من المريخ تقديم خطاب مماثل وذلك حتى يتم السماح لهم بالخطوة.
وبالرغم من الموافقة المبدئية من الجاكومي على الخطوة، إلا أن المريخ تراجع ورفض تقديم خطاب مماثل لتجنيس لاعبين أجنبيين. ووفقا للمصادر، فإن الخطوة جاءت ردا على موقف الهلال السابق القاضي برفضه اتفاق الجنتلمان بشأن التسجيلات وشروعه في التفاوض مع عدد من لاعبي المريخ أبرزهم عمار طيفور. كيف ترى يعني موقف المريخ من الهلال من ملف التجنيس تحديدا؟ واضح انه النديه هي تلعب دورا كبيرا فيما يتعلق بالانديه القيمه في السودان. يعني دائما يعني تظل هي الترمومتر التي يمكن ان يقاس عليه التعامل في العلاقات فيما بينها. وبالتالي في كثير من الاحيان تكون الغيره هي الدافع الاساسي للتعامل دون النظر الى المكتسبات والمصالح التي يمكن ان تقدم الكره السودانيه. فبالتالي هذا يحتاج ايضا الى اهتمام الدوله ببقيه حتى تكون هنالك منافسه حقيقيه، لا تسيطر انديه محدده على القمه لفترات طويله، ويكون هنالك من ينافسها حتى يكون هذا الامر مفيد للحركه الرياضيه عموما، لان مثل هذه الاشياء ممكن ان تؤثر على الكره في السودان. وإن كنت أنا لا أرغب حيث في المسألة المتعلقة بالتجنيس، باعتبار أن ذلك لا يعطي فرصة للمواهب السودانية لكي تتأهل. السودان عندما أحرز كأس البطولة أفريقيا في العام 1970 لم يكن بين صفوفه لاعبا واحدا من خارج البلاد، وكذلك حتى المريخ عندما فاز بكأس سيكافا بالتأكيد كان معه محترفين في تلك الفترة. إذن لا بد من مراجعة مثل هذه القضايا، لأنه لا تتيح الفرص وتكفي الكثير من الثغرات للمواهب. بالتأكيد بلد مثل هذا السودان عرف هذه الحضارة منذ وقت مبكر، وأثر في الكرة حتى الخليجية وفي مناطق أخرى، وكان لديه كثير من المحترفين. يمكن أن يعيد من جديد تأهيل هؤلاء الشباب حتى يستطيعوا أن يكونوا هم أفضل من هؤلاء الذين يأتون بهم من الخارج ويدفعون إليهم أموال طائلة، وفي نهاية الأمر تكون هنالك خسائر تقع على الأندية. أستاذ أشرف، كيف ترى تأثير السياسي على الرياضي؟ في الآونة الأخيرة بقى فيها تأثير سياسي، خاصة من قبل المطور الوطني الذي كان حاول يستفيد من الكتلة الرياضية باعتبار أنها يمكن أن تدعمه في الانتخابات وفي العملية السياسية بشكل كبير، وهذا ما أدخل كثير من العناصر السياسية إلى مضمار الرياضة وأصبحت هي جزء من الرياضة. والآن حتى دخلت بعض المؤسسات العسكرية مثل الدعم السريع مثل تدخله في المريخ الحالي فيما يتعلق بأعمال الصيانة، ليس فقط وبوجود أحد قياداته ضمن الطاقم بتاع المجلس الحالي في المريخ. وهنالك كثير من التصرفات التي بدأت تظهر أيضا يعني من حق أو الممارسات ليس من حق أطراف سياسية أو أشخاص ينتمون إلى جهات مدنية أو عسكرية أن يكونوا جزءا من الكيان الرياضي؟ يكونوا جزءا إذا كان التصعيد تم بشكل تلقائي ومباشر من القاعدة إلى القمة، ولكن لا يكون جزءا إذا أتت بهم الحكومة ودعمتهم وجعلتهم على رأس هذه الأندية لتنفيذ أجندة سياسية. نعم، أستاذ أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، وإلى أن نلتقي في مساحة قادمة، تقبلوا تحياتي وتحيا فريق العمل، إلى اللقاء.